الاول عشان صلى على جمال النبي. ما عمري اللي انا ساعه كده عشان بس احنا بنجيب الخردة بنجيبها بننزلها في البودقة عندنا بعد ما بتنصهر بعد قيمة حوالي مثلا ساعتين ساعتين ونص بنصب في الجوازي اللي احنا بنختمها دي وبيطلع بقى بعد كده اشكال الشغل اللي هي بتبقى مطلوبة مننا يعني مش بتاعة مش شكل معين لا انا جاي شغال في جميع الاشكال يعني بنصنع من الخردة دي بنسيحها وبعد كده بنعمل استنباط بنصنع قطع غيار البوتاجازات المستوردة وبنصنع منها الحنفيات وبنصنع منها الخلاطات والسافونات جميع ما يخص النواكب الأدوات الصحية من معدن النحاس فطبعا دي أساسا بتبقى خردة بندخلها مرحلة سباكة ثم مرحلة خراطة ثم مرحلة تلميع ثم مرحلة نيكا الكروم ثم تعبية ثم بيعها للمنتج المصري. الخردة تعتبر يعني زي الأكل والشرب يمكن كمان أهم من الأكل والشرب عندنا لأنها بني عليها أكتر من 20-25 صناعة في صناعة السيارات في صناعة العربيات فأي صناعة في العالم بنيت على الخردة إذا كانت خردة حديد أو خردة نحاس أو خردة ألمونيا أو خردة زنك فجميع الخردة دي بتتسيح وترجع تصنيعها سعادتك تاني وبنبيعها في السوق المصري. هو فين؟ يعتبر مش أقل من 2-3 مليون بيستفيدوا من هذا المهنة كسباكين كخراطين كصنفرة كوحدة نيكل بتمشي أكتر من 2-3 مليون فرد في هذا المجال.